بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 18. بسم الله الرحمن الرحيم. اجتناب النجاسة في الصلاة وبيان المواطن المنهي عن الصلاة فيها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمع الكريم، اعلم أن مما يشترط للصلاة الطهارة، وهي على نوعين. النوع الأول رفع الحدث، وهذا تقدم بيانه في باب الوضوء والغسل. النوع الثاني اجتناب النجاسة، يعني يبتعد عنها المصلي ويخلو منها تماما في بدنه وثوبه وبقعته التي يقف عليها للصلاة. والنجاسة قدر مخصوص يمنع جنسه الصلاة كالميتة والدم والخمر والبول والغائط، قوله تعالى: وثيابك فطهر. قال ابن سيرين: اغسلها بالماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وأمر صلى الله عليه وسلم المرأة أن تغسل ثوبها إذا أصابه دم الحيض وتصلي فيه، وأمر بدلك النعلين ثم الصلاة فيهما، وأمر بصب الماء على البول الذي حصل في المسجد، وغير ذلك من الأدلة الدالة على اجتناب النجاسة في الصلاة. ولا تصح الصلاة مع وجود النجاسة في بدن المصلي أو في ثوبه أو في البقعة التي يصلي عليها. وكذلك إذا كان حاملا لشيء فيه نجاسة، ومن رأى عليه نجاسة بعد الصلاة ولا يدري متى حدثت فصلاته صحيحة. وكذا لو كان عالما بها قبل الصلاة لكن نسي أن يزيلها وصلى فصلاته صحيحة أيضا على القول الراجح. وإن علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وأمكنه إزالتها من غير عمل كثير كخلع النعل والعمامة ونحوهما أزالهما وبنى على صلاته، وإن لم يتمكن من إزالتها بطلت الصلاة. ولا تصح الصلاة أيضا في المقبرة غير صلاة الجنازة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه الجماعة إلا البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: فلا تتخذوا القبور مساجد. وليس العلة في النهي عن الصلاة في المقابر أو عندها خشية النجاسة، وإنما هي خشية تعظيمها واتخاذها أوثانا تعبد من دون الله. فالعلة سد الذريعة عن عبادة المقبورين، وتستثنى صلاة الجنازة، يجوز فعلها في المقبرة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يخصص النهي. وكل ما أدخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه، لأن النهي يشمل المقبرة وفناءها الذي حولها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المسجد المبني على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل. فإن كان المسجد قبل القبر غير إما بتسوية القبر أو نبشه إن كان جديدا، وإن كان القبر قبل المسجد فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة القبر. ولا تصح الصلاة في المسجد الذي قبلته إلى قبر، لحديث: لا تصلوا إلى القبور. ومع الأسف الشديد فإن في كثير من الأمصار اليوم مساجد مقامة على القبور، وتصلي فيها جماعات من المسلمين دون تنبه لهذه الأحاديث التي تنهى عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور. فواجب المسلمين أن يتنبهوا لذلك، وأن يرجعوا إلى دينهم الصحيح وعقيدتهم السليمة، وأن يزيلوا هذه المشاهد
وهذه المساجد المبنية على القبور. ولا تصح الصلاة في الحشوش وهي المراحيض المعدة لقضاء الحاجة، فيمنع من أداء الصلاة في داخل الحش لكونه معدا للنجاسة، ولأن الشارع منع من ذكر الله فيه فالصلاة أولى بالمنع، ولأن الحشوش تحضرها الشياطين. ولا تصح الصلاة في الحمام وهو المحل المعد للاغتسال، لأنه محل معد لكشف العورات، وهو محل ومأوى للشياطين، والمنع يشمل كل ما يغلق عليه باب الحمام، ولا تجوز الصلاة فيه. ولا تصح الصلاة أيضا في أعطان الإبل، وهي المواطن التي تقيم فيها وتأوي إليها. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: نهي عن الصلاة في أعطانها لأنها مأوى الشياطين، كما نهي عن الصلاة في الحمام لأنه مأوى الشياطين، فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه. هذا والنهي خاص بالمعاطن. وأما ما تبيت فيه في مسيرها أو تناخ فيه لعلفها أو سقيها فلا يمنع من الصلاة فيه، لأنه لا يدخل في اسم الأعطان. وتكره الصلاة في مكان فيه تصاوير. قال الإمام ابن القيم: وهو أحق بالكراهة من الصلاة في الحمام، لأن كراهة الصلاة في الحمام إما لكونه مظنة النجاسة، وإما لكونه بيت الشيطان وهو الصحيح، وأما محل الصور فمظنة الشرك، وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور. أيها المسلم، عليك بالعناية بصلاتك، فتطهر من النجاسة قبل دخولك فيها، وتجنب المواضع المنهية عن الصلاة فيها، لتكون صلاتك صحيحة على وفق ما شرعه الله، ولا تتهاون بشيء من أحكامها أو تتساهل فيه، فإن صلاتك عمود دينك، متى استقامت استقام دينك، ومتى اختل شيء منها اختل دينك. فقال الله جميعا لما فيه الخير والاستقامة. وإن معرفة مدى اهتمام الإنسان بدينه يظهر من اهتمامه بصلاته، فإن المهتم بالصلاة يكون مهتما ببقية أحكام الدين من باب أولى، والمتساهل في الصلاة يكون متساهلا في البقية من باب أولى. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل معك الحديث عن بقية شروط الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين.